The all new Sonata 2015 رح نستعرضها اليوم بأوتوفوكس. اللانشينج رسم القلعه عم بيكون عبر أوتوفوكس، وكمان مره نحن بنشكر هيونداي لثقتها بأوتوفوكس لاطلاق احدث طرازاتها. معنا كمان مره جديده مسيو توروس دي ميرجان، شورو مانجر بفيردان، لنضوي اكثر على الاول نيو سوناتا. توروس، هاي. هاي جورج. اليوم معنا الفول اوبشن من السوناتا بأوتوفوكس، سياره اكثر من رائعه بالشكل والمضمون. هي جينيراسيون سابعه، هذه السيفنث جينيريشن للسوناتا، ذا اول نيو سوناتا. خلينا نعمل الامفسايز عليها، ذا اول نيو سوناتا، هيدي السيفنث جينيريشن اللي وصلت هلا على لبنان، وتفضلت حضرتك قلت عم نعملها لونشينج ثرو ام تي في اوتوفوكس. بشكل عام شو اللي فرق بين الجينيراسيون السابقه والجينيراسيون الحاليه؟ بجمله واحده فينا نقولها، كانوا عم يحكوها بكل النيوز، هذه السوناتا الجديده عملت ريفولوشن ان ميد سايز سيدان. يعني اذا بدك تاخذ الكاتيجوري كل السيارات يلي موجوده الكومبيتيشن، ما بتلاقي بهذا الديزاين يلي هن ديزاين الجديد يلي بلشوا فيها، اسمها الفلودك سكالبتشر 2.0. نعم. يلي بلشوا بالسوناتا اول جينيريشن، ال 6 جينيريشن، وهلا على 7 جينيريشن 2.0 فلودك ديزاين. يعني اذا بتروح على الكومبيتيشن بتشوف كل الديزاينات اللي موجودين، اتس ا فيري سنجل 3 كور سياره، بينما هيدي بتشوف فيها حركات، يعني لاينز مختلفين، تمويج اكثر، كل شيء مغير فروم اي تو زي. عم نستعرض كنا الشكل الخلفي لها مع الدبل كروم ديول مفرز بيجي من ورا. نعم. كمان للسوناتا مع الرير سنسر بيجي كلهم ليد لايت ستوب الوراني، ديزاين كومبليتلي مختلف. جاي كمان بما انه كنا عم نحكي عن الديول مفرز، خلينا نحكي عن الانجن. عم بيجي فيها تو انجنز، 2.0 لتر انجن و 2.4 لتر انجن، باربع سلندر، اربع سلندر عم نحكي، 178 هورس باور مع اوتوماتيك تيبترونيك 6 جيرز. عم تجي بدنا نشوفها من الداخل اكثر للاول نيو سوناتا 2015 مشاهدينا، والداخل كمان الحلو كثير. بذكر معنا اليوم الطراز الفولي لودد من السوناتا، يعني وقت بنقول فولي لودد جورج من فر الجلد، خشب الطبيعي، بلوتوث، 6 اير باكس عم تجي فيها، الجيدون جلد، يعني الاي سي تاتش ديول زون مع شاشه 7 انش التاتش سكرين كسكيورتي، اذا بدنا نحكي اي اس بي مع تراكشن كنترول سيستم اي بي اس، هول كلهم ستاندرد بيجوا فيها، مرايه كهرباء، بدنا نحكي عن اربع ازاز كهرباء في المركز الارم، هيدي كمان وقت توصل كمان بوش بوتن، وملاحظ ريحه الجلد اللي بتطلع لما نفتح باب السياره، فعلا باكد فخامه السيارة من ناحية الماتيريال المستعمل، كمان الجلد المستعمل بداخلها فعلا فخامة على الآخر داخل هالأول نيو سوناتا. توروس، وهيدا السوناتا اللكجوري إذا بدك تاخذها كالكاتيجوري بالسيارات، اتس فيري اكسسبل لشيء اسمه لكجوري، يعني عم تاخذ اكسسبل لكجوري كار. كمان عم تشوف تحكم بالمقود بالستارت ستوب من ناحيه، كمان اذا اي فون كول اجينا اكيد من دون دائما هاندز فري على الدريكسيون، بنحكي داخل الكابن بكل سهوله عبر البلوتوث سيستم. السياره بنرجع نستعرضها من الناحيه الاماميه، مثل ما قال توروس الشكل كومبليتلي تغير، فوق لايت صحده، لاحظوا قد ايه جاي ديزاين حلو مع الكروم، مع الجريل الامامي، مع المصابيح الاماميه، ليد لايت موجودين كمان، ليد لايت مع الاتش ال، مع الاكزانون لايت، مع كل مره بدنا نحكي عن الاكزاجونال اند وينج شيب ميرجد مع بعض الكالندر اللبناني. توروس، كل هالمعلومات يعني فعلا حكيتها مهمه كثير، واعطيتنا فكره واضحه عن الاول نيو سوناتا 2015. السعر بيتراوح بين ووصولا لاي سعر؟ نحن هيدي السياره يلي عارضينها هلا 2015 كومبليت نيو موديل لكجري كار سوناتا، حقها 42000 دولار مسجله خالصه. هي اكيد ستارتنج اقل، ستارتنج بتبلش هي سوناتا 28000. نعم. مع تي في او تسجيل اكيد. اكيد سيرفيس سنتر موجود 24/7، عندنا تيست درايف كمان على السياره. نحن بنشجع كل الزبونات على 24 فرع يلي عندنا بلبنان يمرقوا على اقرب فرع لهم يعملوا تيست درايف للسياره، لانه اتس سينج از بيليفينج، بس وقت بيجربوها غير شيء كليا. شكرا توروس على كل هالانفوز عن اول نيو هيونداي سوناتا 2015 اللي بنذكر عم يتم اطلاقها عبر اوتوفوكس مشاهدينا لاول مره. ويلرز دوت ام اي لتشوفوا كل شيء عن عالم السيارات، تعملوا كومباريزون من سياره والثانيه، وشوفوا سندكم بالبنك، شوفوا كل شيء له علاقه بالسيارات، انتم قاعدين من البيت بزر واحد فقط. الى اللقاء.